تحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جريدة مغرب نيوز الإلكترونية، كنقلوا لكم هذه الكارثة البيئية والطبيعية اللي وقعت على مستوى واد نفيفيخ، عمالة المحمدية، واللي المصب ديال هذا الواد هذا هو مصب ديال صابلات، شاطئ صابلات على مستوى المحيط الأطلسي. كما كيعرف المتتبعين ومشاهدي قناة مغارب نيوز على أننا سبق لنا وسجلنا عدة خروقات تقع على مستوى واد نفيفيخ. هذه الخروقات اللي كتجلى في كون أن هذا الواد هذا فيه واحد المصبات أو لا يعني قنوات ديال الصرف الصحي المتواجدة على مستوى الغابة وواد نفيفيخ. واد نفيفيخ اللي كتصب فيه هذوك هذوك القنوات ديال الماء العادم، اللي لحد الساعة حتى واحد فينا ما كيعرف هذوك القنوات منين المصدر ديالها. ربما هناك مصدر ديال المجمعات السكنية، ربما هما مجمعات صناعية، لأن منطقة بني خلف معروفة بواحد مسألة اللي تارت ضجة في مدينة المحمدية أو على مستوى عمالة المحمدية، وهو تواجد أزيد من 97 مستودع عشوائي. ما عرفناش أشنو هما الأنشطة الصناعية التي يقوموا بها أو التجارية أو لما شبه ذلك. طبيعة الحال هذوك المستودعات حتى هما غادي يكون عندهم واحد القنوات اللي هي قنوات ديال الصرف الصحي، ربما كيستعملوا مواد. هذه المواد هذه اللي تقدر تكون مواد سامة، تقدر تكون مواد محظورة كيستعملوها في الصناعة ديالهم أو لكي يستعملوها في شي حاجة كيخدموا بها. ممكن أن هذه المواد كتسرب مع المياه العديمة وكتخوها هنا في الواد، لكن الأكيد والواضح للعيان وهو ندرة المياه وركود هذا الواد بسبب أن واحد التل رملي كاين في المصب اللي كيحبس الماء ديال البحر انه يتواصل مع الواد. كذلك كما قلنا ندرة التساقطات وقلة المياه في هذا الواد هذا جعلات على ان الماء يولي قليل، يعني ما كاينش داك التغيير ديال الماء، الماء ما كيتغيرش، يعني الاكسجين كيقلال. ربما هذه من المسببات، ما نجزموش، ما غاديش نقولوا شي حاجه اللي احنا ما عندناش عليها خبره. داو الخبره وداوي الاختصاص هما الوحيدين اللي عندهم المعلومه وعندهم الاسباب والمسببات والتداعيات اللي دفعات على ان الكارثه هذه البيئيه توقع. احنا السؤال ديالنا المطروح كصحافه وكقنوات ناقله للخبر هو شنو هو الدور ديال هذوك الليجان، شنو هو الدور ديال الناس المختصين، شنو هو الدور ديال الوزارة الوصية، شنو هو الدور ديال الجماعات، شنو هو الدور ديال العمالة، بحيث أننا نقدروا نقولوا على أنهم هما الوصيين على السلامة والصحة والبيئة ديال المدينة. احنا ما زلنا على مستوى نهر أو واد نفيفيخ بمدينة المحمدية. كما كتشوفوا معنا هنا المياه راها راكدة غير متحركة، المياه غير لائقة بتاتا. كما كتشوفوا حتى من اللون ديالها، اللون خضر خزي بهذا المفهوم، دليل على أن الماء ملوث. هادشي ماشي حديث العهد، هادشي هذا سبق لينا احنا كقناة مغارب نيوز الإلكترونية، وصلتنا الضوء عليه بالأخص في صبيب أو لا المصب ديال القنوات ديال الصرف الصحي المتواجدة على مستوى الغابة واللي كتكب في هاد الواد هذا، هاد الواد اللي كيتحمل
العبء ديال مواد كيميائيه، مواد غير صالحه اللي كتدوز في ديك القنوات ديال الصرف الصحي وكتكب هنا في هاد الودان. باقي ما عرفناش الاسباب والمسببات، باقي ما عرفناش التحاليل والخبرات اللي جاو اللجان المسؤوله عليها او الجهات المسؤوله عليها، وخداو عينات لا من السمك ولا حتى من 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 الماء وحتى من التربه باش نعرفوا يعني السبب الرئيسي او الحقيقي. هذه الا كانت مصداقيه وصراحه، راه من حق مواطن من ساكنه مدينه المحمديه ومن حق الزوار ديال مدينه المحمديه انهم يعرفوا الاسباب والمسببات ديال هاد النفوخ ديال الاسماك على مستوى واد نفيفيخ. يعني ماشي شي حاجه كثيره اللي كتطلبها هاد الساكنه، هي كتطلب فقط معرفه الاسباب والمسببات ديال نفوخ الاسماك. زائد حتى لا ننسى مخلفات هاد النفوق ديال الاسماك، وهو الروائح الكريهه، زائد الحشرات منهم الذباب منهم هذاك البعوض يعني شنيوله اللي كتنقل هنا في هاد الواد هذا. تخيلوا معايا على ان هاد الحشرات هذه غادي تنتقل للبيوت، غتنقل عدوى، غتنقل امراض، غتنقل شي حاجة اللي ممكن أنها تسبب فعلا ظهور كارثة أخرى من غير كارثة ديال كوفيد 19. نتمناو على أن الجهات المختصة والمسؤولة أنها توقف على هذا الكارثة، ونتمناو على أن بعض الناس ما يستغلوش هاد الأسماك هذه وياخدوها ويديوها يبيعوها للناس. نتمناو على ان اللي عندهم شي حيوانات او اللي عندهم شي حاجه ما يجيبوهمش لهنا باش ما ياكلوش هاد السمك وتولي عندنا كارثه في النفوس البشريه. كنتم معنا وانتم معنا دائما على قناه مغارب نيوز بمدينه المحمديه واد نفيفيخ، والى هنا نقول لكم تحيه طيبه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.